ياه النهارده بقى يا بنات تعبت قوي في السوق بصراحه، بس جبت كل طلبات البيت يا طماطم علشان ما تقوليش ان ناقصنا حاجه بعد كده. شطوره يا ماما، دي حاجات جميله قوي عجبتني خالص. ايوه الموز جميل قوي قوي يا طنط منى، احلى حاجه جبتيها الموز. كل الحاجات جميله. إيه انا عاوز انام قوي يا بنات، تعبت قوي النهارده. بقول لكم ايه رايكم تقعدوا تلعبوا كده قدام التلفزيون شويه، او تتفرجوا على التلفزيون ولا القناه اللي بتتفرجوا عليها دي قناه العاب، وبعدين تسيبوني انام بقى ساعه لحد ما هو يجي ونحضر الغدا مع بعض. ايه رايك يا توتا؟ انا عن نفسي موافقه، مفيش عندي اي مانع يا طنط منى، تقدري تخشي تنامي في اي وقت. وانا كمان يا ماما، خلاص ارتاحي انت. الله عليكم يا حبايبي. طب يلا 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 تعالوا عشان افتح لكم التلفزيون. خلاص يا ماما يلا تعالي بقى، انا هوصلك لاوضتك ومتقلقيش علينا، احنا هنقعد نلعب مع بعض انا وتوتا. ماشي يا طنطومه، هسيبكم انا بقى وادخل انام. صباحو على خير. بتعملي ايه يا توتا؟ انا بطبخ، بعمل خلطه جميله قوي سريه يا طماطم. خلطه سريه زي بابا سنفور؟ ايوه زي بتاعه بابا سنفور والسنافر الزرق دول، هعمل لك خلطه سريه تجنن. يا شطوره يا توتا، انت شطوره خالص. وريني وريني، بتحطي حاجات كتيرة؟ هاتي هاتي أي حاجة عندك هاتيها على طول. حاضر. هاتي هاتي يا طماطم الموز اللي عندك ده. موز؟ موز في الخلطة السرية يا توتا؟ أيوه ما هي هتبقى خلطة سرية بالموز عشان تبقى ريحتها حلوة. ماشي يا توتا ماشي. يا خبر، ده احنا مالينا حاجات كتيرة قوي. دلوقتي بقى عندنا كل مكونات الخلطة السرية بتاعتنا يا طماطم. بصي بقى يا طماطم، دلوقتي بقى قال الاوان ان انت تدوقي من الخلطه السريه الجميله بتاعتي. طيب يا ستي وريني بقى وانا ادوق. تعالي تعالي قربي بقك عندي هنا. تعرفي ان طعمها لذيذ بس فيها مززه كده، مش دوقي دوقي كمان. كلي كلي. بس مش ايه بس يا توته، دي لذعه كده بتلزع. معلش معلش. لا لا يا توتا، دي مززه قوي، حطلنا بقى شويه سكر ولا اي حاجه كده تظبطها. والله عندك حق يا طماطم. طب هاتي كوبايه ميه كده وانا هجيب السكر. اتفضلي يا ستي كوبايه ميه. ايوه يا ستي. تمام. ايه ده شوفي بتعمل ازاي. ايه رايك بقى يا توتا؟ جميله قوي. هاي دلوقتي دوقي تاني يا طماطم. وريني يا ستي. يا سلام، خلطة سرية وسحرية رهيبة بالهنا والشفا. ايه ده ياه، ايه ده، انتي بنتي قوي قوي يا طمطومة. ايه ده، هي الخلطة دي عملت فيا ايه يا توتة؟ انا كبرت قوي. انتي بنتي عملاقة يا طماطم. انا مش شايفاكي كويس، انا فوق قوي قوي. يلا بقى يا ستي، مش كنت عاوزه تكبري بسرعه؟ مفيش اسرع من كده. رجعيني تاني يا توتا ارجوكي. رجعي تاني. طيب سيبيني افكر اهو يا طماطم، ارجعك ازاي بس دلوقتي، ارجعك ازاي؟ هو انت مش عارفه ولا ايه يا توتا؟ لا اكيد عارفه، طبعا اكيد عارفه، سيبيني بس اعمل الخلطه التانيه. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ تعملي ايه توتا؟ تعملي ايه توتا؟ انا احط كمان فلفل اسمر، واحط كمان الحلبه والكمون، وكمان شنبات الصرصور، ورجلين النمله، وايه تاني كانوا بيحطوا؟ ايه تاني يا ربي بيحطوا؟ ايه تاني بس كده عشان لقيتها. ايوه وصلت لها. ايوه كمان شويه كمان. دلوقتي بقى يا اصحابنا، اللي عاوز طنطن ترجع تاني زي ما كانت يعمل ايه؟ يدوس لايك على الفيديو، وكمان يدوس سبسكرايب، ويفعل الجرس عشان توصله كل الفيديوهات بتاعتنا. وعايزه كمان منكم سقفه كبيره علشان طماطم ترجع تاني زي ما كانت. برافو. يلا يا طمطومه، دلوقتي تقدري تدوقي من الخلطه تاني. معلش يا طماطم، انا اسفه او اني هصلح الخلطه بتاعتي حالا.
انا هتصرف هتصرف دلوقتي، اتصرف ازاي بس، اتصرف ازاي يا توتة؟ لقيتها لقيتها. ايوه عايزاكي ترجعي الطماطم زي ما كانت بالظبط. تمام، ما تكسفينيش بقى يا خلطتي العجيبة، عاوزاكي ترجعي طمطومة زي ما كانت احسن، انا ازعل عليها قوي. هي طمطومة اكلتي؟ ايوه يا توتة. ردي عليا، لسه معاكي، صوتك بعيد قوي، انتي بنتي صغنونة خالص. الحمد لله على سلامتك يا طماطم، اخيرا. الله يسلمك يا توتة، انا كنت هروح في داية بقى من البتاعة دي. لا كلكم، ولما صغرتي كده بقيتي قد النملة حاجة تانية خالص، بقيت زي عقلة الاسبع. هندوس عليكي في البيت من غير ما نشوفك يا طماطم، ده كنت هتبقى نكتتي. بس الخلطة السحرية بتاعتك دي رهيبة يا توتة، جميلة قوي. خلطتي العجيبة شطورة يا توتة، انتي طلعتي ساحرة ولا ايه؟ والله ما انا عارفة بقى، هي بتيجي معايا كده. هاي. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا اصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة العابي. باي باي يا اصحابي.